سلام اختي ماجدة، تحية لك اختي، احسن معاملة. تحية لك، الله يكبر بك ويخليك لينا اختي، والله الله يطولنا في عمركم الاخوات، وتشكركم على الثقة ديالكم الاخوات، الكومنتير الرائع صراحة اللي تخلينا حنا نتحفزوا ونعطيو عطاء في عطاء الاخوات. شكرا لك بزاف اختي. اختي ماجدة تحية لك، الله يكبر بك ويسر لك اخوات. السريت هذه فيها 49 غرام فاصلة واحد، هذه رائعة أخوات اللي بغاتها، هذه زينة وخزينة. ها يا أختي 29200 درهم. الأخت اللي سوات على السرتلة قالت لك بجات 30000 درهم، هي أقل، 29200 درهم. هذه الأخوات 29200 درهم، السرتلة مبرومة وسامبل. ها يا أختي دوزتها لك أختي، ها هي 29200 درهم. نعطيكم القياس ديالها باش اللي كان في رزقو ياخدها. هذه غزالة قياس 6 سنتيم في لاطاي ديالها، هادي قياس 6، هاي الأخوات 6 سنتيم، 29200 درهم، 2920 أورو. وبالريال أخوات 1,284,000 ريال، 2,184,000 ريال. غير دوك ثلاثة سامبل بشحال نديرهم لك أختي؟ بغيتيهم أنا معاك، بغيتي ثلاثة سامبل هاكا نشوف لك شحال دايرين. تيجيو تما رائعين، كاين اللي تيدير كاع التسعود فيهم. هادو اختي تقام لك 9000 درهم، ثلاثة 9000 درهم، هادو سامبل هاكا راه تما تيجيو زوينين. ثلاثة سامبل 9000 درهم. لو بغيتي هاكا جوج برومين واحد سامبل، على حساب كل حاجة بغيتي. اللي بغيتيها ما عندناش الأخوات حنا فرع الإشارة ديالكم، بالنسبة لهادو تنخدموهم على حساب الطاي، على حساب الدورة، على حساب القياس. عندنا الصانع تبارك الله اللي تنعطيو واحد التحيه، التحيه الكبيره كبيره للصانع المغربي اللي تيتقن. والاخوات اللي تنقول لكم، كي تنقول لكم راه الذهب راه بحال السرتله، بحال رادكو، بحال الحاجه اللي ما فيهاش حجر، وتتبقى سامبل، تتبقى زينه وخزينه لكم، وتتبقى للدوام. مساء النور. ورانا الجرام اختي، تنذكر الجرام كل حاجه، تنذكر الجرامات ديالها. كاين حاجه ما تنذكرش الجرامات ديالها، كاين هاد البراسيل الاخوات. يا سلام، هذا غزالة، هذا رائع. هذا الأخوات 8200 درهم، 8200 درهم، 820 أورو، 1,064,000، عفوا أخوات، مليون لاصق عليها في مليون، 164000 ريال، 164000 ريال. تبارك الله، غزالة غزالة. هذا يقدر يجي معاه، هذا تا هو اللي ولد مقبله، يجي معاه رائع بحال هكا، يجي يا سلام. لي موديل تاع حسب نتوما اشنو تعشقو واشنو تبغيو. الثمن ديال هذا الاخوات 8200 درهم، 164000 ريال، 164000 ريال، 8200 درهم، 820 اورو بالنسبة للبراسلي هذا. اخوات هذا الجديد في اللي بغاسلي شي حاجة، هذا مجموع فيها الرادكو، مجموع فيها هذا تاع الأهرام. غزال هذا، غزال غزال غزال، هذا راه براسلي واحد فيه جوج، بحال شكل تاع جوج. هادو موديلات اللي عطيتكم الأخوات، موديلات جداد لأول مرة تشوفهم من رياض دي بيجو، و الثمن تا هو راه الأخوات نحاول ندير فيهم أثمنة غزالة. هذا الأخوات 16600 درهم، ولكن راه براسلي تبارك الله، 16600 درهم، 1,660 أورو، 1,660 أورو، 1,132,000 ريال. هذا الأخوات رائع. فينا بلاصة أخوات هذا المحل، حنا في مراكش، قصرية الصفاء، المسيرة، واحد الأحبس، و تنديرو التوصيل لجميع مدن المغرب. فين ما كنتي الأخوات تنديرو التوصيل لأي مدينة كنتي فيها، أي بلاصة كنتي، تنديرو التوصيل لجميع المدن المغرب الأخوات اللي تعطيكم. يعني الأخوات بالنسبة لأي مدينة تنصيفطو لكم الأمانة تاع عندكم الأخوات، دايبي تاع الدار. 16600 درهم، 1,660 أورو، 1,132,000 ريال براسلي هذا. شكون داير تبارك الله، غزال هذا، شي حاجة ما نتناقشوش وما نتذكروش، هاي تبقى لك لابسها بوحدك. أخوات عندنا الروليكس، كاين رولكس براسلي، رولكس دار الأخوات 5500 درهم، 110000 ريال،
لطاي ديالو تنقول لكم راه اثمنه غزاله ورائعه ومحفزه. 5 اونص، 5 اونص هذا الاخوات 110000 ريال في لطاي ديالو. 5 اونص 550 اورو، 110000 ريال 550 اورو الاخوات، 550 اورو غزال ورائع. وراه تكون الاخوات راه عندي لونسومبل بحال دابا الكلاش، لونسومبل ديالو هو هذا، لونسومبل كامل بالبراسلي بالحلقات بالخاتم. الا بغيتي كل حاجه بوحدها راه ممكن تاخذوها، بحال دابا بغيتي حلقات بوحدها وبغيتي الخاتم ممكن تاخذي اي حاجه بغيتي. حتى البراسلي حتى هو زوين، ولي طايف البراسلي راه كاين يعني القياسات اللي بغيتي، يعني اي قياس بغيتيه كاين. هذا الاخوات 7200 درهم، 720 اورو، 7200 درهم، 144 الف ريال. هذا براسلي ترادكو. هاد الاخت قالت لك حلقات راه كاين عندي حلقات، باش نقول لك واش قرب ليا ولا لا، نحاول نشوف لك. 6 سنتيم فلاطي، هذا 6 قياس 6، الثمن ديالو 7200 درهم، 720 اورو، 144 الف ريال. هذا 144 الف ريال. والكاختي توسوني عليه شحال ما تبغى الكاختي، كاختي الاخوات تبقى حسب لاطاي الثمن ديالو ولا حسب واش بغيتي عريض ولا رقيق. هذا العريض تاع كاختي، شو تبقى الخدمه ديالو كي داير، ما نتذكروش خدمه غزاله ورائعه. قياس 5.7، الثمن ديالو 6800 درهم. هذا الاخوات 6800 درهم، 680 اورو، 136 الف ريال. كاين طبق لا صحيح، ماشي داكشي اللي ترطى، يعني عملي راه مجربينو الاخوات، لان شي حاجه اللي كانت صحيحه وعمليه تبقى لك الدوام. السلسله ديالو تاع الكلاش هادي اختي عايشه سوريني، نعطيك الثمن ديالها الا بغيتيها بوحدها كي نعطيك الثمن. ها هو اكيد اختي نعطيك الثمن، علاش لا، لان زوينه هادي تاع الكلاش ومطلوبه. كي ديك عنده براسي ديالها جيبي كمل لونسومبل. هادي 4200 درهم هادي اخوات، ولكن السلسله شوبار غليظه ماشي رقيق. هادي 4200 درهم، 420 اورو. خاتم بلجي عافاك اختي، خاتم بلجي كاين عندي انا، ندوزو ليك ورينا سنسلات رقاق ديال ديما اختي فاطمه. توصلي مع مريم وصيفطيك لي فوتو ديالهم، غنصيفطيك لها لي فوتو اللي كاينين. حاولوا نديركم الغليظ وديك الساعه الرقيقه الاخوات، نحاولوا نديرو في لايف نبداو به، حين تعطلنا عليكم داكشي حاولنا نبدا بالغليظ. اما وجد الرقيق في اللايف، ولكن لضيق الوقت الاخوات حاولنا باش نبداو في الغليظ ديريكت. اخوات كاين هاد فان كليف والكلاش ديال خاتم القزاح، فان كليف وكلاش جمع بيهم بجوج. هذا الاخوات الثمن ديالو 2300 درهم، هذا غزال صراحه اللي خداتو واحد اللي بقى عندي فيه. 2300 درهم، 46000 ريال، 230 اورو. لا يا سلام، خويا سفيان خويا تمات ديال مارياج. ها قبيله تتصوروني على مارياج، مارياج اشنو عندي في الجديد؟ عندي هذا وعندي هذا، وانا عندي ثلاث موديلات في المارياج الجديد، هذا اللي كاين جداد وكاين القديم راه باين. هذا جا عندنا، كاين هذا موديل رائع حتى هو زوين. ها هو الاخوات تيبان بحال شكل الديامو، خدمات الديامو هذا رائع رائع. فين جا المحل اختي؟ حنا في مراكش، قصرية الصفا، المسيرة، واحد الاحباس، و تنديرو التونسيل لجميع موديل المغرب. و اللي جا عندنا المحل مرحبا و الف مرحبا الاخوات. الثمن ديال الاخوات 4000 درهم، دا 4000 درهم الاخوات، 400 اورو. كاين خاتم غزال ورائع، وكاين تاع الرادكو اخر باكي، هذا 400 اورو، 80000 ريال هذا الخاتم هذا. وعندي الرقيق ديالو، عندي الغليظ على حسب الحجر كي بغيتي، كاين الغليظ حجر كبير حجر صغير، وكاين تاع الرادكو تا هو غزال. هذا رائع شي حاجه ما نتذكرش. حلقات رادكو، حلقات رادكو كاين اختي عندي حلقات رادكو، بغيت نشوف واش كاين عندي. عندي مقرب ليا اختي، انا حاول ندوز خاتم رادكو، ندوز حلقات رادكو.
هذا الاخوات 3500 درهم، هذا 3500 درهم 350 اورو 70000 ريال، ولكن راه خاتم هماوي مزال 350 اورو 3500 درهم 70000 ريال. كنشوف معايا كيفاش داير الصح والعمل. اختي لطيفة سلام مرحبا و الف مرحبا، يلا التحقتي بنا اختي لطيفة ياك، مرحبا و الف مرحبا الاخوات، الناس اللي تبعونا ديما والناس اللي يدعمونا تحية لكم وشكر وتقدير الاخوات لجميع الناس اللي تبعونا. هادو هما الاخوات الرادكو، يا سلام حلقات رادكو تيجيو غزالين في اللبوس. خويا شي سنيسلا ديال 1500. اختي منال كاينين عندي خفيف، كاينين عندي خفيف، انا نحاول الا بقى لي الوقت غندوز الخفيف في الاخر في اللايف، الا مبقاش ليا الوقت غنحاول نتواصل مع مريم في الواتساب وغنصيفط لكم الموديل اللي كاينين. الرقم ديالي ايبان ديال لكم الاخوات، تواصلوا وغنصيفط لكم كاع الموديل اللي كاينين. اخوات حلقه دايرين 2300 درهم 230 اورو، زاني الحلقه تصحح ومضوبلي من الخلف صح والعمل. 2300 درهم 230 اورو 46000 ريال. شحال وصلت الثمن الجرام اختي دابا؟ 520 درهم الخام على حسب دابا السوق، ما تعرف دابا الاخوات يعني مع هذا واحد الاسبوع على ما اظن غيتزاد، على ما اظن، لان فاش تيتحلل المعامل وتيتحلل كل شيء بياخذ الذهب تيولي واحد الثمن اللي زايد، كون على يقين لانه يكون زايد، لان فاش يكون الطلب كثير والعرض قليل راه يكون على يقين غيتزاد. سلام سفيان، انا خديجه من الرباط، تحيه لك اختي. لا خديجه مرحبا و الف مرحبا، تحيه لك اختي، وصلتك الامانه ولا باقي؟ لا خديجه مرحبا و الف مرحبا، تحيه ليك ونهار كبير هذا. لا خديجه عندنا لكم مشاربي، هو البراسلي ديالو مشاربي، الخاتم ديال المشاربي انت البراسلي ديالو اخوات براسلي. ثلاث الاف وميتين درهم الخاتم، ثلاث الاف وميتين درهم الخاتم الاخوات مشاربي. باقي ما وصلتك لا خديجه، وراه دابا مع العيد غير حاولي سولي عليها، تواصلي مع لا خديجه مريم باش تعرفي الكوليه ديالها فين كاين. اه راه وصلات وكاين، ها هي قالت لي باقي ما وصلت. انا خدمت مع لي فرور وصلنا لها. لا خديجه يا حاولي.